بكرمة وبعديها حملة فرعون. ايه المختلف في التجارب الأخيرة مقارنة بحملة فرعون وأول مرة تقدم أكشن؟ أنا أعتقد أنا مفيش ولا حاجة بعملها أنا مختلف عن التانية. الحمد لله أنا بعدين شكل غير حسب الشخصية. ده فيلم كان المفروض أعمله بقول لك بوضوح، كان المفروض أعمل عملت كده مسار ما كانش حاجه بعد المكان دي. خليه ثاني اللي هو اسمه كيف الفيلم، اسمه كيف الفيلم وبتعمل ايه؟ يحيى فرعون. ايه يحيى فرعون؟ يحيى فرعون عرضت الاصابه اثناء تصويره، يعني كلمني عنه هل هو فعلا من اصعب الافلام؟ مش من اصعب يعني، بس هو فيلم حركي وفيه تدريبات كتير وفيه مجهود كبير، وبرضه انا باكد ان مش ليا لوحدي، النجوم المشاركه في الفيلم كلهم يعني تعبوا تعب رهيب واستعدوا لفترات طويله للاكشن. ده كان هو المختلف شويه فيه، ان كان في اجانب جايين من المنتج اشتغلوا علينا لفتره طويله قبل الفيلم واثناء الفيلم. عاوزين نتكلم عن